البارح انا لما شفت الناس بعض الحوارات اللي تكلمت في المجلس الوطني الشعبي حول المرأة دهشت. يتكلموا باللي المرأة لازم تكون في المجلس الوطني الشعبي. طيب يا سيدي، هاي المرأة تكون في المجلس الشعبي وفي المجلس. طيب والمرأة التي لا تعمل قاعدة في البيت؟ عندكم سؤال انا اسأل الرجال والنساء على حد سواء، واسأل الساسة ايضا ورئيس الجمهورية، المرأة الماكثة في البيت أهي امرأة عاطلة أم عاملة؟ هم يسموها عاطلة، يقول لك ما تخدمش. هل هناك خدمة أشرف وأعظم من أن تخدم المرأة زوجها؟ هل هنالك خدمة أعظم وأشرف من أن ترعى الأم أبنائها؟ تنوض من الصباح وهي تخدم وتغسل وتطيب وتعمل، وبعد يقول امرأة عاطلة. ولذلك نقترح عندما في 2004 ورفضوا لي الترشيح نتاع الرئاسيات، قلت باللي لو كان المرأة نوصل المرأة العاملة اللي قاعدة في البيت هذه أيضا تأخذ شهرين. علاش تأخذ شهرين؟ وأنا أقول لكم بكل صراحة، القضية الآن يريدون إفساد. مثلا تجد رئيس جمهورية في الدول العربية، وتجد جنرالات، وتجد ساسة كبار يخرجوا بنات الناس بقى يخدموا ويرقصوا ويعيطوا وكذا، بصح كل واحد فيهم يخرج بنته ولا. في الغرب نعم تصيبوا رئيس جمهورية بصح المرأة نتاعو معروفة قدام الناس ولا لا، وممكن تنوض وترقص قدام الناس صح ولا لا، ترقص وبنته واحدة في واحدة يقول لك تدير في الموسيقى، واحدة تدير في كذا، واحدة تدير في كذا، لا يجدوا ماذا؟ لا يجدوا غضاضة من هذا. يقول لك لا، خاطرهم ثقافتهم هكذا، هكذا ثقافتهم، هذا هو دينهم، هذه مرجعيتهم، هذا هو تكوينهم. المرأة عنده تصيبه جنرال وبنته مثلا تصيبها في الميزي ولا تصيبها ترقص ولا تدير كذا ولا تدير كذا، ويشوفها ويصفق عليها. ماذا يصفق عليها؟ احنا تخرجوا لنا بناتنا وتلفوا لهم الرأي نتاعهم، وانتم بناتكم دير لهم غير الطيارات باش تروح تدير شيشوار في فرنسا ولا في باريس ولا تروح تتقضى في امريكا ولا تتقضى في كذا، ولا تدير التجاره من تحت لتحت باسم واحده باباها جنرال وواحده باباها وزير، عندهم اموال طائله والشباب عاطل عن العمل.